القضية الثانية واللي فضيحة فضيحة نكرة، هي على أنه الجنود المقاربة اللي عدونا، الجنود المقاربة يردوا العلايات والترك عن الربط عن الألقام وعن الجنود، يدحوهم يدخل ما هم خليهم يدخلوا، ما هم دخل برادينهم عن مواقع العسكر بكل إنسانية وبكل أريحية وبكل ضحك وبكل لعب وبكل تواضع، اللي في الوقت اللي احنا ننتظر منهم اللي القذيفة والنابالم في نفس النهار نفس الوقت جنود الحليف الجزائر يحرقوا أولاد الصحراويات في حفر تنقيب عن الذهب. هذا راهو متنافي. الجندي المغربي اللي عدونه يضحك ويضحي العليات ويترك الهيه، والجندي الجزائري اللي حليفنا وكنا باركين في حمايته يحرق أولادنا في حفر ديال الذهب. هذه المقارنة ما تقدر تاخذها هكاك، ويا ريت لا جميع الصحراويين يفهمها. وتحياتي.